محمود ورسما جاما أفينك مدحوينها جمهورية سومالي لان أي حقور ورباهين تكسي قصر مدحتوية سومالي لان كقور رمي إن مدحوينها جمهورية سومالي لان مدن موسبيح عبدي وسامحاد أفدي محابيس جمهورية سومالي لان كسو قبطي دقال كي توكرق قبل حمري سومالي لان يمام القبلات كبود لان ترادة محابيس تاسور دميد أفر يطوان محبوس مدحوينها جمهورية سومالي لان مدن موسبيح عبدي سيدي لباتن غوردي كسو وريكتي كونيستاغا دلك جمهورية سومالان مدح بنانا دا قران كان سيدي توبان كيمي وحو فقاره لغو حسي ومدحوينه كعدي ان دلك جمهورية سومالان وديار أوليحي نبت قليب بوحدا عيد كستا اسلامار كان حكومة سومالان اي سيدي نيسو محابيستي لغو سوقبتي داقال كي لغو سوقادي ديگان كتوكرق يقوده دلك جمهورية سومالان اي كدن بيين مامولكا فرماتشو محابيستاس واي تريدودو دميد أفر إيو طبان محبوس مقعيدو دونا أي كلا أحايين كو عبد الناصر عثمان علي عبد النور محمد عبد الله محمد سعيد يوسف علي فارح آذن محمد عبد عينب عبد حافظ عبد الله حلاني حسين سعيد ورسامي عبد الناصر محمد نور محمد أبشر آذن إبراهيم حسن سلاد أحمد محمد أحمد سعيد دعالة علي مهد نور علي فارح محمد عبدي مدحوينات جمهورية سومالان وحو كو مانتا وكو سامحي وريكتم مدحويني مدحوينوه مركو أركي دستورك جمهورية سومالان قضب كسقا شناد فغردي سشناد مركو أركي قرال كحيراليها قودي إذا ماذا قرن كأكو تاريخي سن لحي لباتن كبش الشناد لباكو نيساقالي طبان مركو تحقليي نبت قليه ده قود إيه قوبل كيسك أفريكا إيه بش براكي سن ربادان مركو لتشادي عداي قصيصو وحوكو آن صدي إن لقبل أبا تاريخ ده ماانتا وسامحادو فيديو محابيست الدقال إما ملقوبلايت كسوماليه إيه بوتلان عيدن كقرن كتمريد سوماليان كسوا قبتين دقال كي توكرغ أفينك مدحوينها السومالي لان محمود ورسما جاما وحو شاقي إني السومالي لان ديارو تهي إني النبض وارتقل النولاتو درسي ديدا وحانو فرهين قدري مامولكا كأرمية مقالة المقدشو ومد السومالي لان وحكاقو عن أهمية دوين أي نبض قريض وليد هاي تاسو بيش عالمكا يوم مدقاد دقيسك أفريكا وعدينيسا إني السومالي لان ديارو تهي حوشين تنبضا هدبا السومالي لان وحي واركتا شغاقوينكا maamul goboleedka Soomaaliya ee Puntland uu ka wado dawladda uu ku wado dawladda Soomaaliland inuu hurinayo maamulka Farmaajo waxaynu ognahay dabka ka holcaya Kismaayo Galmudug Hirshabeelle Puntland iyo Muqdisho inuu yahay culadii cadaawad uu dabada ka riixayo maamulka Farmaajo sida daraadeedna Jamhuuriyadda Soomaaliland had waxay la leedahay oo kaliya maamulka goboleedka Puntland ee Soomaaliya hadaba wixii khilaaf ka dhaca xadka waxay Soomaaliland diyaar u tahay in lagu xaliyo nabad iyo isfakarad buuxa lagana fogaado dhibaatooyinka laga soo maleeyayo maamulka Farmaajo ugu dambeyn xukuumadda Soomaaliland iyadoo daneeyneysa nabad ku noolaanshaha iyo diris wanaaga waxay soo jeedinaysaa in duruufaha adag ee ku gedaaman mandaqada geeska Afrika ee leh dhaqaale xumada faqriga abaaraha iyo adeegyo aasaasiga ah hoos u dhacay la iska kaashado lagana waantoobo dagaalo iyo culado hor leh oo dib loogu celiyo guud ahaan mandaqada geeska Afrika